نظم مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين وقفة احتجاجية في مدينة تكريت لمطالبة الحكومة الاتحادية والبرلمان بتشريع القوانين اللازمة لضمان حقوق الطفل وبما يضمن مستقبله ويحقق تطلعاته في العيش الكريم مع توفير كل مستلزمات بناء مستقبله بالشكل الأفضل. لضمان حقوق الأطفال ومستقبلهم، أقامت المنظمة العليا لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية شارك فيها عددا من طلاب المدارس الابتدائية وكوادرها في مدينة تكريت للمطالبة بتشريع قانون يحمي الطفولة التي تعيش حالة من التغييب بسبب ما مر ويمر به البلاد. كانت اليوم وقفة احتجاجية كرنفالية كبيرة لأطفال محافظة صلاح الدين لتسليط الضوء ولفت الانتباه على حقوقهم المسلوبة في محافظة صلاح الدين. حقيقة أطفال العراق كما هو حال أطفال صلاح الدين عانوا ما عانوا من انتهاكات كبيرة. اليوم أطفالنا يطالبون بتشريع قانون الطفل الذي لم ير النور لحد الآن. لا تزال حقوق الطفل مبعثرة هنا وهناك ضمن تشريعات مختلفة، لا توجد مسودة واحدة توحد قانون الطفل بتشريع موحد يضمن للأطفال كافة حقوقهم. تقف وقفة إجلال الطفولة المراعاة حق الطفولة العالمية، وذلك من ضمن حقوق الإنسان والدعوة إلى منع التشرد في الشوارع الذي هو سببه أيضا نتاج الإرهاب الحاصل لدينا منذ ما سبق السنين السابقة الأربع سنين السابقة، والتي ندعو إلى أن تكون هذه الوقفة نوعا ما وقفة تكون داعمة بالأساس إلى الطفولة، عدم التعنيف الأسري، عدم التعنيف المجتمعي المدرسي، إضافة إلى محاولة بأنه مراعاة حق الطفل كقدرات ذهنية، قدرات فكرية، قدرات نفسية، ومحاولة استغلال قانون اليافعين بالصورة الصحيحة التي تضمن لنا حقوق الأطفال المشردين ومنع تشردهم في الشوارع بعد عملية النزوح والتهجير الذي تعرض لها عراقنا الحبيب. المشاركون عبروا عن أهمية هذه الوقفة لما تشهده الطفولة من مخاطر تواجه حياتهم وهم في عمر الزهور، أهمها الاستغلال والعنف والتشرد، داعين الجهات الحكومية كافة إلى تسهيل وتسريع العمل بقانون حماية الطفولة والعمل به. باسمي وباسم جميع منتسبي الشرطة المجتمعية في صلاح الدين نحن داعمون، وهو حضورنا الآن هو دعم لهذه الأطفال لشريحة المجتمع لإنشاء جيل خالي من العنف، خالي من الضرب، والشرطة المجتمعية جادة، وهو نعم هو أكيد هو هذا الشرطة المجتمعية في صلاح الدين حديثي على عهد، لكن لها دور كبير في هذا المجتمع، ونحن جادين في إنشاء جيل خالي من العنف إن شاء الله. احنا طالعين مظاهرة سلمية نطالب بحقوقنا كأطفال نيابة عن كل أطفال محافظة صلاح الدين، ونطالب بحقوقنا المنصوصة في الاتفاقية العالمية لحقوق الأطفال. كلنا مررنا بلحظات كانت بمثابة ولادة جديدة، وعندما نعود إلى تلك اللحظات نقول لأنفسنا إنه اليوم الذي أصبحت فيه أنا الآن. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.